السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده نشوف مثال على الماس من قائمة فايل، هقول له نيو conceptual ماس، اختار الفامي واقول له اوبن، اهم بالشكل دوت. ممكن بعد كده اروح لرفرنس واقول له سبلاين ثرو بوينتس، وابدا احط البوينت بتاعتي بالشكل دوت، ولما اخلص هدوس انتر. طيب دي عندي هي الخمس نقط، هم اقدر ارجع على ست فيهم واحدد هنا وابدا ارسم الشكل اللي انا عايزه. وريكم مثلا دوت، وبعد كده اروح ست للشكل اللي بعده وارسم الشكل دوت بمقاس نفس المقاس او مقاس مختلف حسب الشكل اللي انت عايزه. وبعد كده ست، وبعد كده هعمل سيلكت عليهم كلهم، الخط والاشكال كلها بالشكل دوت، واقول له كريت فورم، فيبدا يكون لي شكل يوصل بين الاشكال اللي انا مختارها. وتقدر تعمل سيلكت على نقطه معينه وتحركها، الشكل كله اتحرك تبع للنقطه ديت اهوت. ممكن تقول مثلا عايزة تطلع شوية، تقدر حتى تخش وار فريم تبقى شايف ان هو اوضح. واي نقطة بتعمل عليها سيلكت بيظهر لك اختيارات فليب، يقلبها لك ميرور، يعمل لك ميرور للنقطة دي. ممكن تعمل بيغير الزاوية، ممكن الريفرنس تقول له عايزها تبقى ظاهرة على طول او تظهر لما اعملها سيلكت، لو ما تظهرش خالص، وده الاختيار الافتراضي.